تواصل الفرق الهندسية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام أعمالها في نزع الألغام بالعديد من المناطق اليمنية، حيث استطاعت نزع 39 ألف لغما زرعتها ميليشيا الانقلاب في الأراضي الزراعية والمدارس والبيوت. وتؤكد تلك الفرق الهندسية أن الميليشيا زرعتها بطرق وأشكال مختلفة حصدت أرواح آلاف الأبرياء. الميليشيات ارتكبت الكوارث أو كارثة كبيرة جدا، كارثة في الناحية الإنسانية بزرعها لتلك الألغام. هذه الكارثة ترتبت عليها يعني فقد العديد من الذين يعني سواء كان المشاركين في الحرب أو غير المشاركين في الحرب من سكان أولئك المناطق أو تلك المناطق. وتؤكد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية في تقاريرها أن الحوثيين زرعوا الألغام دون خرائط، وتسببت في قتل المئات من اليمنيين أغلبهم من الأطفال والنساء. زرعت الكثير من الألغام المتنوعة، والهدف منها هو إبادة البشر في كل المناطق التي تواجدت فيها هذه الميليشيات. عادة ما تكون المآسي هي النتاج الفعلي لعمل هذه الميليشيات في المناطق التي إما تسيطر عليها أو حتى عقب أن تترك هذه المناطق. ويعد الساحل الغربي من أكثر المناطق التي زرعت فيه ميليشيا الانقلاب الألغام، والتي أعاقت حركة الصيادين وقتلت المئات من المواطنين في تلك المناطق. عبد الفتاح غلاب لقناة الإخبارية عدد.